بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على قادتنا الأفضال، السلام على رموزنا المغيبون خلف قضبان السجون. يوجد لدينا اعتزاز كبير جدا عندما نقف في ذكرى أو في لحظات تضامن مع شخصيات بارزة، شخصيات لها دور قيادي كبير، شخصيات لها نظرة ثاقبة، شخصيات تعطي لله سبحانه وتعالى، شخصيات تفدي هذا الوطن بأرواحها. الأستاذ عبد الوهاب حسين يكمل خلال هذا العام بما مجموعه 10 سنوات من خلال اعتقاله أو سجنه أو محكومياته. 10 سنوات اعتقل في بداية 95 و96، واستمر الاعتقال في من بعد هذه الثورة أو مواكبا بهذه الثورة. شخصية كبيرة، شخصية عظيمة. هذه الشخصية هو الأستاذ عبد الوهاب حسين. لو معنتم النظر ودققتم بما يقوله لوجدتم بأنه يقرأ بتمعن وبدقة نظر ما نحن فيه الآن. بالضبط كلامه وكأنه يعيش معنا لحظة بلحظة. هؤلاء هم القادة الذين يرتقون لكلمة نفديك بأرواحنا. هذا الشخص العظيم، هذا البطل، هذا الرجل الذي لم يرضخ لمساومات، لم يرضخ لتقديم، ربما لو يطلب أي شيء، ولكن نجده كالجبال هؤلاء الرجال. حقا نحن كشعب لدينا قادة مميزون. هؤلاء القادة فقط من خلال كلماتهم تحرك الشعب بأكمله. كيف استقبلنا الأستاذ عبد الوهاب حسين؟ كيف تعلقنا به؟ كيف سرنا خلف جنازة والدته هذه المرأة العظيمة حبا فيها وحبا أكبر للأستاذ عبد الوهاب حسين؟ رجل يتكلم بمفهوم الحرية. الحرية ليست الكلمة الحرية التي تطلق عبثا، يتكلم بمفهوم حرية الشعوب التي يجب أن تنال هذه الحرية بكل عزم وإصرار. رجل يقبع خلف قضبان السجون، وسمعنا جميعا الكلام ربما يكون خطأ أو صحيحا، ولكن سمعنا بأن السلطة تحاول أن تحاور الأستاذ عبد الوهاب حسين وهو في سجنه. ليس ببعيد رجل بهذه الشخصية الكبيرة، رجل يتعلق في حبه الجماهير، ليس ببعيد أن تفاوضه السلطة وهو داخل السجن ليفرض أمره. هذه الشخصيات المطلوبة. حراكنا يعتمد على قوة الشخصية القيادية، ولا زالوا هم القادة، ولا زالوا وهم في سجنهم هم القادة، هم من يحركوننا. اليوم نشعر بأن قبل يومين أو خلال اليومين نقل الأستاذ عبد الوهاب حسين للمستشفى للعلاج عن عينه. خبر كهذا ربما يكون بسيطا لأي شخصية أخرى، ولكن لشخصية الأستاذ عبد الوهاب حسين لا.
يتناقل الجميع هذا الخبر حبا في عطاء، حبا لما قدم. شخصية عظيمة وكلمات خالدة، كلمات الأستاذ عبد الوهاب الحسين. شخصية عظيمة وكلمات خالدة، كلماته اليوم نحن وكأنما نقف اليوم فقط لتخليد ذكرى هذه الكلمات وكيف وقعها علينا. وسبق وأن قلت بأن كلماته تعايش بالدقة تماما واقعنا الآن. كل مساومة وكل حوار فشل لحد الآن، وكلما طالت وأعطى الأستاذ عبد الوهاب النتائج كلما يطول هذا الحوار، وكلما يستمر النظام في التهدئة بلا شك لم نصل إلى شيء. هذا هو الواقع حاليا، لم تتحقق المطالب، لم يكون هناك حوارا صادقا من النظام. من منا لا يتمنى، ولكن هذه النظرة الثاقبة للأستاذ عبد الوهاب الحسين وكأنما يرسم لنا الطريق، ولكن شاءت هذه الإرادة الآن وأن نبقى حيارة. لا نريد الرجوع وسنواصل الطريق بإذن الله، ولكن هذا لا يمنع الحيرة. نحن حيارة الآن، نحن الآن بحاجة إلى تلك الشخصيات أن تكون بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لرموزنا الأبطال وفي مقدمتهم أستاذنا العزيز القائد الأستاذ عبد الوهاب الحسين. شكرا.